ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أجمل تحية أحييكم بها من هذا الموقع، من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بمنطقة المرموم في إمارة دبي، وذلك لتنقل لحضراتكم قناة دبي ريسنج وعلى الهواء مباشرة أشواط الكبار لأصحاب السمو والشيوخ من الحولي والزمول على أرضية تحفة ميادين السباق ميدان المرموم في إمارة دبي في هذا اليوم المبارك إن شاء الله 25 من شهر ربيع الأول لعام 1438 هجرية، يتوافق مع 24 من شهر ديسمبر لعام 2016 ميلادي. ينطلق أول أشواطنا الاثنى عشر والخاصة بأصحاب السمو والشيوخ، وبداية مع إذلال الأصايل المحليات 8 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، وجوائز نقدية وكل الأشواط وأيضا جوائز نقدية لهذا الشوط للمراكز العشرة الأولى وجميع أشواط ظهيرة ومساء هذا اليوم. أهلا بجميع الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام عبر قناة دبي ريسنج على الهواء مباشرة، أهلا بجميع الحاضرين بجميع المتابعين، أهلا وسهلا بشعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة على ظهور السباق الأصايل على أرضية ميدانها، أهلا بأسمائهم الجليلة حفظهم الله، أهلا بنخبة من المضمرين الكبار العمالقة في عالم التضمير. ننطلق مباشرة مع المركز الأول ونرى من تحتل المقدمة في هذا الشوط الأول بالصغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في المركز الأول، تعود ملكيتها وتعود عملية تضميرها للسيد سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما المركز الثاني يأتي شعار من أهم الشعارات أيضا موجودة هنا، تنطلق اليافل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان مع الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. دور المركز الثالث وثالث المراكز يمسي من نصيب اللي هي هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر هملولة علي الحاج السوداني. النقلة التالية على المركز الرابع اللي واضحة أمامنا، المركز الرابع مشاهدينا الكرام تعود ملكية الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيد سهيل بن مبارك بن مرخان، وخامس المراكز تليها مباشرة مصيحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، مضمر مصيحة السيد محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة. 2 كيلومتر قطعناهن في هذه اللحظات ونكمل مسيرة ندائنا الأول للمراكز العشرة الأولى، وذلك من خلال التعرف على اللي تحتل المركز السادس. المركز السادس إذا مشاهدينا الكرام الخوارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عتيج بن سالم بن عرطي في عملية تضمير تليها في الوقت الذي هي تحتل المركز السادس. هناك المركز السابع مشاهدينا الكرام الشاهنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر شاهنية السيد طارش بن مبارك بالقوبع. وفي المركز الثامن دخول خطير من الشاهنية لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم آل مكتوم وحمد بن علي العويسي في التضمير. المركز التاسع تاسع المراكز يأتي من نصيب هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيد محمد بن سعيد بن حل وهو في المركز العاشر. هذه المراكز إذا المشاهدين الكرام اللي انطلقت في هذا الشوط، وهو النصاب المقنع لمتعة وتشويق للسادة المشاهدين وعشاق هذه الشعارات اللي تتنافس على أرضية ميدانها ميدان المرموم. هكذا إذا أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مع الكادرين مع النقل الحي المباشر نتابع انتثار
ذلل الأصايل المحليات المملوكات لأصحاب السمو الشيوخ على أرض ميدان المرموم. 5 كيلومترات أمامنا وعودة إلى المقدمة مرة أخرى. نرى التسلل، نرى التسلل الجميل اللي بدأ الآن يحدث من اليافل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان اللي اجفلت هذه الذلول ما شاء الله تبارك الله مع الصادق فضل الأمين اللي يقودها قيادة مميزة، بينما المركز الثاني اللي هي شاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد سهيل بن مبارك بن مرخان. الله الله الله، ظهور جميل لشعار لون السماء والبحار، شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شعار الإنجازات والبطولات في هذه الرياضة. بينما ننتقل للمركز الثالث اللي مصيحه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر اللي يضمر مصيحه ويقوم بعنايتها محمد بن يمعه بالدبيله. يا سلام، المركز الرابع هناك بتصوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر بتصوغان السيد سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. وفي المركز الخامس نرى ايضا شعار جميل تحمله هملوله لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم علي الحاج في التضمير. يا سلام، مشكور يا علي، مشكور مشكور، والشكر موصول لكل الأخوة المضمرين. 4 كيلومترات الآن، ننتصف مسافة هذا الشوط المقررة وهي 8. إذن المركز السادس، نرى المركز السادس هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر هملولة سعيد بن عبيد، أو لا غير محمد بن سعيد بن حلوة. يا سلام، هذه هملولة. المركز السابع سمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم على ظهر شاهنية يضع الشعار حمد بن علي العويسي مضمرها وقائدها إلى الأمام وإلى الناموس وإلى المقدمة. بينما المركز الثامن المراكز، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر الخوارة وبقيادة عتيج بن سالم بن العرطي. والمركز التاسع، تاسع المراكز، الله، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هذه المرة تحمله الشاهنية ويضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. هذه مرة أخرى 9 مراكز قادمة إلى خط النهاية، منطلقة من خط البداية، وهدفها الناموس والبحث عنه وين ما كان ومهما كانت صعوبته. يا سلام يا سلام، أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله جهزوا كل ما تحتاجه الذلول في المضامير في الميادين من دعم مادي، وبحضورهم أيضا يحفظهم الله دعم معنوي كبير لنا هنا. هذه إذن هذه الرياضة التي ترتقي إلى العلا دائما وأبدا. نعود 3 كيلومترات، بدأنا نخلص الفارق ونقترب إلى المدرج، الكيلومترين الأخيرين بعد قليل. نرى المقدمة سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان مسيطرة اليافل، اللي تسيطر اللي تتربع على عرش الشوط بدون تعليمات. طبعا الكل ما يتها تعليمات من الذلال اللي امامنا والمنطلقات. مشاهدينا الاعزاء، بانتظار لحظات ذلك وذلك الحين الذي يتطلب من المضمر ان يقدم الطاقه، يقدم الذخيره اللي تحملها ذلوله وتحمل شعار مالكها. يا سلام يا سلام يا سلام. اذا الصادق فضل امين بالتضمير يقود نخبة من الشباب المضمرين في هذه اللحظات ويسيطر على الموقف من خلال وجود اليافل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان. هذا الشعار الجميل الذي لوحظت مشاركته القوية يوم الأمس يوم الثنايا، وكان له المزيد والعديد من النقاط الأولى. يا سلام، إلى الأمام يا صادق يا صادق يا أخوي، إلى الأمام، نتمنى التوفيق. الله، بدأ الدخول، بدت هملولة للشوط الخطير، ينادي رعيته هملولة لسمو الشيخ مكتوم الحمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. بدأت تحتل مكانها الصحيح. الله الله الله، مالك هجن زعبيل. الله، سمو الشيخ مكتوم
واحد من نجوم هذه الرياضة يحفظه الله، واحد من أبطالها، واحد من عمالقتها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، الآن مع هملول يحتل هذا الشعار، شعار سموه عند لوحة الكيلومترين الأخيرين. المقدمة ويبدو أن اسمها خطير، اسمها وجودها حضورها مهم للجماهير، مهم. يبدو أن عاداتها الناموس، عاداتها الفوز بالمركز الأول 1800 متر. بينما اليافل 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 سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف الهيان اللي وكلت لها مهمة كبيرة قيادة هذا الشوط لمسافة مشاهدي الكرام طويلة من مسافتنا 8 كيلومترات، إلا ونيتها هملولة بدلتها، لكن موقفها خطير، موقفها الآن خطير وفي دائرة المنافسة ومرشح على ترشيح قوي، وانتظروا المفاجآت من هذا الشعار وشعار يقوده صادق فضل الأمين. بينما المركز الثالث، الله، المركز الثالث اللي قادمه بقوة بتصغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا انتظروا المزيد من الهجن اللي تحمل شعار سموه. القادمات الباحثات عن مكانه هذا الشعار الحقيقيه بن صوغان يضمنها سعيد بن عبيد بن غليمه الحميري، رابع المراكز مشاهدي الكرام الشاهريه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ضمن السيد سهيل بن مبارك بن مرخان. والمركز الخامس مصيحة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، محمد بن نعم الدبيلة في التضمير. الله 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 الله، الرقص المحليات الأصايل اللي أمامنا نراه من الذلل، من هالثنتين اللي في المقدمة، من اللي سيطرن على الكادر الفوقاني اللي يطاردن بمطاردة تلقائية ذاتية. الكيلومتر الأخير، يا سلام، ياهو كيلومتر، ياهو كيلومتر بانتظار واحدة من هالثنتين تنطلق تهدي لمشاهديها عبر قناة دبي ريسنج ولجماهير هذا الشعار اللي تحمله، والتحية لكل الشعارات الموجودة الداعمة لرياضة الآباء والأجداد. الله يا هملولة، هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، مسيطرة، سيطرة تامة على المقدمة. واليافل بدأت تتغلغل، تتدخل في مواطن الأمور، اليافل تتدخل. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان هيان يبحث عن نقاط، مزيد من النقاط، كما كان يوم الأمس يوم الثنايا من خلال اقتناص المركز الأول في شوط الذلل المحليات الأصايل الشوط الأول. الله 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 الله، سلام 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 لسموه، سلام لسموه، وسلام عيناوي كبير مهم وخطير مع اليافل، اليافل اليافل اللي تستعيد حقوقها مشاهدينا الكرام وتعلن فوزها رسميا على الهواء مباشرة. تهانينا نزفها عبر هذا النقل الحي المباشر لمالك سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان ولمضمرة صادق فضل الأمين. كفيت ووفيت يا الصادق، نقول لك كفيت ووفيت، كفت اليافل ووفت. الله الله الله، وهذه لحظات الاقتراب من خط النهاية والوصول الرسمي، الإعلان الرسمي للإنجاز والانتصار والفوز بالمركز الأول. المركز الثاني هاملونة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث بن صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. رابع المراكز شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي الخوارة. المركز الخامس الشهيرية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام، وها هو شوطنا الأول والتوقيت الزمني اللي تحقق الآن صورة إعادة لحظات وصول اليافل 12 دقيقة 59 ثانية والسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهذا الشعار الجميل، الشعار العناوي المملوك لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان، وتهانينا لمقدم هذه الهجن اللي تحمل هذا الشعار خير تقديم الصادق فضل الأمين. المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، 13 دقيقة 5 ثواني وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسموه وتهانينا لمضمر هملولة السيد محمد بن سعيد بن حلوة، واللي فازت بالمركز الثالث، اللي وصلت بالمركز الثالث الخوارة مشاهدينا الكرام.
بتصوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. بتصوغان يضم لها سعيد بن عميد بن خليفه الحميري 13 دقيقة أربع كمل 14 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع الذين وصلوا وفازوا بالمراكز العشرة الأولى. انطلق قبل قليل مشاهدينا الكرام شوطنا الثاني، واحد من أهم أشواطنا الاثنى عشر الخاصة بالكبار من الذلل والزمول المندفع لأصحاب السمو الشيوخ في هذه الأمسية الجميلة على أرضية ميدان المرموم، وهو ثاني أشواط جولتنا الأولى وأول أشواط الذلل المهجنات الأصايل. بدأنا